طبعاً، إنه أنا بلابي. أوه، ما هذا؟ هذا حوض، واليوم سوف نملأه بالماء ونذهب للحديقة لنعثر على أشياء ونرى إن كانت سوف تغرق أو تطفو. لكن أولاً نحتاج إلى الماء. لدي مياه كثيرة لنملأ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. حسناً، يبدو هذا قدراً مثالياً من المياه. الآن سوف نذهب للحديقة ونعثر على بعض الأشياء لنرى إن كانت سوف تغرق أم تطفو. هيا بنا. حسناً، سنبدأ رحلة البحث عن الأشياء في حديقة اللعب لنرى إن كانت ستغرق أم ستطفو. هيا. واو، انظروا إلى هذا، نحن نحتاجه. إنه صندوق. واو، يمكننا وضع الأشياء داخله. هيا بنا. واو، جدار صخري، يمكنكم تسلقه. أوه، انظروا إلى هذا. واو، انظروا، إنها لعبة أزرق وبرتقالي. حسناً، شاهدوني وأنا أتسلق الجدار. مرحباً. حسناً، ها أنا ذا. واو، انظروا، زلقة حمراء كبيرة. واو، انظروا أسفلها. واو، انظروا. واو، أجل، انظروا ماذا وجدنا. غردان آخران، إنهما برتقالتان. لذيذ، أحب البرتقال، ولونها برتقالي. حسناً، هيا بنا. هيا. أوه، لقد وجدت غرضاً آخر، هل ترونه؟ أجل، هل ترون؟ إنها هنا، هذه ثقلات حديد. تعطيكم عضلات كبيرة. أجل. أجل. أتساءل إن كانت ستغرق أم ستطفو. إنها ثقيلة، نضعها هنا. هيا بنا. واو، زلقة أخرى، انظروا، وبنفس لون الزلقة الأخيرة، إنها كبيرة وحمراء. أوه، انظروا، لذيذ، رقائق بطاطا. أتساءل إن كانت ستغرق أم ستطفو. نضعها في الصندوق ونتابع الرحلة. واو، انظروا إلى هذه المنطقة. واو، واو، مرحبا. أو انظروا، غرض آخر. واو، عظمة كلب، ما الذي تفعله هذه هنا؟ لونها أخضر. أتساءل إن كانت سوف تغرق أو تطفو. نضعها هنا ونكمل الرحلة. واو، مذهل، اللون الأخضر وأيضا الأزرق. واو،
انظروا هذا سلم. واو مرحبا، المكان مرتفع. واو واو أو انظروا إلى هناك زلاقة كبيرة حمراء. حسنا سأنزل. حسنا أنا قادم. واو كان هذا رائعا. أو مهلا انظروا ماذا وجدت. أربع لغب يويو. هذه لونها أخضر، وهذه لونها برتقالي، وهذه لونها أزرق، وهذه لونها أحمر. لنرى ماذا يمكن أن نجد أيضا. تعالوا معي. واو واو ما هذا؟ تبدو كعجلة قيادة. مين 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 مين؟ واو 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 أنا أشعر بالدوار. حسنا لنرى ماذا يمكن أن نجد أيضا. واو انظروا لهذا، يبدو مثل درج. مرحبا. أوه سلقة أخرى. أجل ولونها أحمر. حسنا أنا قادم. واو هل ترون ما أرى؟ أجل غرض آخر، وهذه أقلام تلوين. واو فيها الكثير من الألوان. واو لنضعها في الصندوق لنرى إن كانت سوف تغرق أم تطفو. تعالوا. أوه إن عثرنا على أشياء أخرى سوف نملأ الصندوق. هيا بنا. أوه هل ترون ما أرى؟ انظروا. واو هذه عدسة مكبرة، شاهدوا هذا. واو واو مرحبا. واو واو يمكنك أن ترى الأشياء الصغيرة كبيرة. واو هل هذه نملة؟ واو برغوث صغير. حشرة كثيرة ورائعة. حسنا لنضع هذه في الصندوق لنرى إن كانت ستغرق أم ستطفو. واو ماذا هناك؟ واو واو إنه جسر. واو احذروا عند عبوره. تعالوا. أوه انظروا إلى هذا. أو ألعاب صغيرة. مرحبا مرحبا. واحد اثنان ثلاثة. واو أشياء كثيرة رائعة. أو هناك المزيد. أوه كرة غولف صفراء اللون. واحد اثنان ثلاثة. أجل ثلاث كرات غولف. حسنا ها أنا أنطلق. سلقة أخرى. واو واو غرض آخر هنا في الأسفل. أوه عصي متوهجة. أنا متحمس لأرى إن كانت ستغرق أم ستطفو. حسنا يبدو أن الصندوق أصبح مليئا بالأغراض. لنرى إن كانت ستغرق أم ستطفو. ووو رائع. حسنا بعد أن أصبح لدينا كل هذه الأشياء الآن سنضعها في الحوض لنعرف إن كانت ستغرق أم ستطفو. حسنا لنرى ما الذي لدينا هنا. ووو عدسة مكبرة. ووو حسنا هل ستغرق أم ستطفو؟ أظن أنني أعرف. مستعدون؟ أجل نزلت إلى القاع، يعني أنها تغرق. حسنا ما الذي لدينا هنا أيضا؟ أو مهلا برتقالة ويويو أزرق. حسنا لنضعهما.
أجل، إنها تطفو. أوه حسناً، رائع. العدسة المكبرة الثقيلة تغرق، والأشياء الخفيفة المليئة بالهواء مثل اليويو تطفو. حسناً لنرى. أوه، كرات الجولف صفراء زاهية. حسناً لنرى إن كانت كرات الجولف هذا ستغرق أم ستطفو. أو انظروا، اليويو نزل إلى القاع. إذن الآن اليويو يغرق. لنعد إلى كرات الجولف، مستعدون؟ واو، أجل، كرات الجولف تغرق. حسناً، لنرى. أوه، رقائق البطاطا، أحبها. حسناً، لنرى إن كان الكيس يغرق أم يطفو. مستعدون؟ أجل، إنه يطفو، لكن انتظروا لحظة. ماذا لو أخذنا الكيس وفتحناه وشاهدنا إن كانت الرقائق داخله ستغرق أم تطفو؟ مستعدون؟ واو، كل رقائق البطاطا تطفو أيضاً. لنضع الكيس أيضاً. حسناً، لنرى. أو، عظمة الكلب ولونها أخضر، هل ستغرق أم ستطفو؟ إنها قاسية وثقيلة، مستعدون؟ واو، نزلت للقاع بسرعة كبيرة، إذن هي تغرق. حسناً، أو المزيد من اليويو. أجل، نحن نعرف ذلك، إنها تطفو وفي النهاية تغرق. واو، أنا واثق أنكم تعرفون إن كانت تغرق أم تطفو. أجل، إنها أثقال وهي مليئة بالمعدن وهي ثقيلة جداً، مستعدون؟ أجل، الأثقال البنفسجية تغرق. أوه، انظروا إلى الماء، أصبح عكراً جداً، لأن كل رقائق البطاطا تتفكك وتذوب في الماء. حسناً، الأفضل أن نسرع قبل أن يصبح متسخاً أكثر، ولا نستطيع رؤيته إن كانت ستغرق أم تطفو. حسناً، هذه الألعاب المطاطية إنها مجوفة، مستعدون؟ أجل، أترون؟ بقيت على السطح، إنها تطفو. حسناً، أشياء أخرى، هذه الأشياء البرتقالية، إنها أشياء طرية جميلة برتقالية، إنها تغرق. حسناً، حنحن ذا. أوه، أجل، ذهبت إلى القاع، إنها تغرق. أجل، ثم أقلام التلوين. واو، أقلام التلوين تطفو لأنها مصنوعة من الخشب، والكثير من الخشب في أنحاء العالم يعني يطفو. نعم، لأنها كلها على السطح. حسناً، أخيراً وليس آخراً، عصي النيون المتوهجة. واو، واو، انظروا إليها، إنها متوهجة. واو، حسناً، لنرى إن كانت ستغرق أم ستطفو. أجل، إنها تغرق. حسناً، هذا كل شيء. إذن أهلاً، لدي مفاجأة مميزة من أجلكم، القارورة العجيبة. هذه المرة بداخلها مسحوق أزرق، أترون؟ واو. حسناً، لنضع المسحوق الأزرق هنا. واو، حسناً، علينا تحريكه الآن. إنه يجعل الماء أزرق. من الممتع رؤية ما يغرق وما يطفو. واو، هذه المياه الزرقاء تشبه المياه التي ترونها في جزر البهاما أو التايلاند. واو، أو حسناً، إذن هذه نهاية هذا الفيديو. إجراء هذه التجربة العلمية أمر رائع لمعرفة ما يغرق وما يطفو. إن كنتم تريدون مشاهدة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل لا تتهجون اسمي معي؟ مستعدون؟ باء لام ياء، باء ياء، بليبي. أحسنتم، أراكم لاحقا، إلى اللقاء.